طيب كيف تحدثون دكتور عن كيفية استخراج الزكاة أو دفع الزكاة؟ هل يدفعها زيتونا أو زيتا؟ العلماء في ذلك يعني يجيزون الوجهين، يجيزون الوجهين، يعني له للمزارع أن يخرج الزكاة زيتونا، يعني حصد طنا أو طنين أو ثلاثة، فرض يخرج من الحب، يأخذ من الحب ويدفعها، يدفعها للفقراء، يعني 10% مثلا إذا كان عليه العشر أو نصف العشر، يخرج الكمية الموجودة ويوزعها للفقراء. وله أيضا أن يخرجها زيتا بنفس النسبة، يعني أخذ هذا الطن أو طنين من الزيتون، أخذها إلى المعصرة، استخرج منها 20 تنكة مثلا، 20 تنكة إذا كان يعني يسقى بماء السماء ففيه 2 تنكة تنكة، أو إن كان فيه النصف العشر ففيه تنكة واحدة. نعم. فله ذلك وله ذلك. وأجاز بعض أهل العلم، بعض أهل العلم طبعا خلاف قول الجمهور، إخراج القيمة، إخراج القيمة، يعني أنا بالنسبة لي قد يكون هناك في بلد من البلدان أو في منطقة من المناطق كلهم عندهم زيتون، كلهم عندهم زيتون، والناس اكتفوا من الزيتون واكتفوا من الزيت، فقد يرى صاحب الأرض أني يعني بإخراجي ثمن، يعني أنا عندي ثمن، يعني ظهر لدي طن من الزيتون وتوجب علي زكاة 50 كيلو من الزيتون، الأصل أن يخرج 50 كيلو وأوزعها على الفقراء، لكن أجاز بعض أهل العلم إن كان هناك مصلحة يعني لإخراج القيمة، مثلا هناك في هو في منطقة مكتفية من الزيتون والكثير وزع الزيتون، له ذلك، له في هذه الحالة أن يخرج القيمة، قيمة 50 كيلو زيتون ممكن يخرج كم يساوي في السوق فيخرج الزكاة، لكن هذا خلاف الأصل، الأصل أن يوزع الزيتون، إن كان هناك مصلحة للفقير أصلح للفقير في إخراج القيمة أجازه بعض أهل العلم، وله ذلك في ذلك. فصار عندي 3 يعني حالات، إما أن يخرج زيتونا أو يخرج زيتا بنفس النسبة أو قيمة نسبة، نعم. أو القيمة عند وجود مصلحة، مصلحة راجحة، مصلحة في المنطقة يعني فيقدمها، فيخرج بدل ما يخرج زيتون أو زيتا يخرج ماذا؟ قيمة. قيمتها للفقراء إن كانوا ينتفعون واكتفوا من الزيت والزيتون.